انطلقت اليوم فعاليات النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية برعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات. نعم، ويتضمن المنتدى العديد من الجلسات حول مواضيع مختلفة متعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة. تأتي النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية تحت شعار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بهدف نشر الوعي حول هذا القطاع المتقدم والحيوي. اليوم في الجلسة الأولى تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته في وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما تعرفون أن اليوم أكبر عدد ممكن من المستخدمين موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي، والترند اللي موجود هو الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، فشون احنا نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الجمهور اللي موجود اوريدي في السوشيال ميديا. كنت أتحدث عن عصر الذكاء الاصطناعي الذي يعد في الأساس من وجهة نظري نقطة تحول للمجتمع، وأعتقد أيضا أن الذكاء الاصطناعي على وشك تغيير الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونختبر بها الحياة. كان من دواعي سروري التحدث حول الفرصة التي نمتلكها لخلق مستقبل جديد تماماً من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضاً التقنيات الداعمة الأخرى التي يمكننا إعادة التفكير فيها كمجتمع، وكيفية التثقيف، وكيف نعمل معاً، وكيف نصنع، وكيف ندعم. شارك في المؤتمر مجموعة من الطلبة المهتمين في مجال التحول الرقمي بهدف الاستفادة من ذوي الخبرة وبناء مستقبل يعتمد على هذه التقنيات الحديثة. كيف نسخر هذه التكنولوجيا لشبابنا بالمستقبل ان يستخدموها وان تكون فعاله لهم بالجوب، يعني من خلال الاعمال، من خلال اكشلي استخداماتها ويا الحكومه او الاهالي او ما شابه. ففرصه كانت بلي، جبت طلاب من الهندسه وجبت معي طلاب من البزنس وجبت طلاب معي من الكمبيوتر ساينس والاي تي، فاخذت مجموعه من كل اثنين من كل ديبارتمنت. لقد ساعدني مؤتمر الذكاء الاصطناعي هذا حقا على فهم المزيد عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيف يؤثر على تأثير المجتمع. أنا أرغب بالفعل في ممارسة مهنة في العالم الرقمي في المستقبل. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يمثلان محورا مهما في تحسين حياة البشرية، ويسهمان بشكل كبير في تحقيق التطور والاستدامة في مختلف المبادرات.